عمر انت بقى بص انا جاي لك لان يعني انت يعني من العيله الاهلاويه طبعا، المهندس هشام سعيد عضو مجلس اداره السابق في النادي الاهلي يبقى عمك. والحقيقه هو يعني كان ليه دور اكيد طبعا، لان يعني هو طبعا يعني يعني اكيد طبعا يعني راجل اهلاوي وراجل محب النادي الاهلي، فطبعا اكيد كان فيه. انت المفاوضات ابتدت ازاي؟ يعني اللي اعرفه ما اعرفش انا صح ولا غلط ان المفاوضات ما كانتش مع بعض، يعني في كان حد سابق التاني. المفاوضات بدات معاك ازاي؟ وقت والتوقيت يعني زي ما عمرو قال كده بالظبط. لا يعني انا يمكن المفاوضات معايا من النادي الاهلي كانت بقالها سنين، يعني مش السنه دي بس، تمام. يعني من المواسم اللي قبل كده ومن يعني كذا سنه اللي فاتت. بس طبعا ما كانش فيه، يعني انا ما كانش بايدي لان انا كنت ماضي صحيح عقد مع نادي الجزيره، فكان الموضوع مش بايدي وما كانش فيه امكانيه ساعتها ان انا اجي النادي، مع ان انا برضو لما اتفاوضوا معايا قلت لهم انا طبعا يعني اتمنى ان انا اجي النادي الاهلي، بس كان لازم الموضوع يخلص بينه وبين نادي الجزيره، صحيح ما طبعا كنتش انا حر ساعتها طبعا. يعني. بعد كده حصلت برضو السنه اللي فاتت مفاوضات ان هم كانوا عايزين اجي العب معاهم البطوله الافريقيه اللي هم كان الاهلي بيلعبها، صحيح وبرضو الموضوع ما مشيش، يعني كان حصل بقى ظروف ان انا كنت لعبت مع الجزيره اوريدي في السيزون ده وما كانش ينفع العب مع تغير ناديين مع في نادي نفس تاني في الموسم، افريقيا. صح كان هيحصل مشكله يعني، صحيح فما مشيتش برضو. جم برضو دلوقتي والمفاوضات مستمره، يعني الكلام بين كل يعني سنه وكل وقت بالظبط، يعني بتتجدد. الكلام بيني وبينهم مستمر عمره ما واقف يعني. ف بس جه برضو الكلام فعلا يعني بقى اخد شكل جد شويه او كده، او يعني يعني ابتدينا نحس بقى ان هو الموضوع ممكن يحصل فعلا فتره الكورونا دي، اللي هي يعني ابتدى نادي الجزيره كان في ازمه شويه، وابتدى يعني ابتدى يتعرف بقى ان هو النادي يفكر في ازمه. يطور موارده ويبتدي بالظبط بالظبط كده يحصل بيع لبعض اللاعبين بالظبط. المهمين. وانا كمان الفكره ان انا كان فاضل لي في عقدي سنه بس مع نادي صحيح، الجزيره، فانا فانت يعني 6 شهور هتبقى حر. بالظبط يعني كان فاضل لي، والسنه دي بالظبط اللي هي 4 5 شهور الموسم ده كان هيبقى مضغوط طبعا، صحيح فهم 5 6 شهور وكنت هبقى عقدي خلصان. بالظبط. فساعتها كنت يعني كنت همشي من النادي، هم بقى يعني النادي اكيد فكر ان انا لو مشيت كده هبقى مشيت ببلاش، فهم ممكن دلوقتي صحيح ان يبيعوني طبعا ويستفيدوا، طبعا يعني هم اكيد عامل يستفيدوا الوقت وانا كان استفيد. طبعا بالظبط اكيد عامل الوقت سرع بالظبط. القصه اكيد احسن. فبدا يعني المفاوضات برضو بدات خلال فتره الكورونا، وزي ما عمرو قال برضو ان احنا كان عندنا ماتش معاهم يعني سيمي فاينل، ماتش حساس طبعا وكنا في موقف حساس يعني، فكان في كلام قبل الماتش بس اجلناه برضو لبعد الماتش عشان قلنا يعني نتفادى صحيح ما اي ينفعش. احراج. بالظبط، وبالظبط لان ده الفير والصراحه بلاي يعني طبعا. من ناحيه النادي الاهلي كمان كان الموضوع ده يعني باحتراف جدا وباحترام جدا، ان هم اللي يعني هم حتى اللي قالوا كده من نفسهم يعني ان احنا ناجل الكلام، مين لان اللي احنا كان بيتواصل معاك على طول يا عمر؟ يعني مين اللي كان دايما تليفونات والمعلومات بتوصل من خلاله في النادي كان الاهلي؟ في والله كذا حد يعني، كان احمد الجرحي ساعات فيه مدرب العام بيكلمني، طبعا. ومودي الجرحي كابتن الفرقه برضه كان بيكلمني ساعات، وكابتن اشرف توفيق كلمني مره في التليفون، ويعني يمكن هم وطارق الغنام، طارق الغنام طبعا طبعا يعني طبعا طبعا الاسطوره واخويا اسطوره الكبير طبعا طبعا كان طبعا، معايا في الجزيره تعبوا في نفس المركز كمان. بالظبط، ولعبت طبعا معاه في الجزيره فكان برضه في تواصل معاه. ويعني من المرحله دي بقى هو عمي الصراحه اللي تدخل بقى يعني، وهو اللي بقى مسك الموضوع، وكان في مجهود طبعا كبير جدا يعني جدا منه من ناحيته من ناحيه الاهلي ومن يعني من كل الجوانب ان الموضوع يخلص مع وهل الجزيره. حصل معاك نفس اللي حصل مع عمرو؟ هل في انديه تانية دخلت في الصفقه، ولا كان الموضوع بس كان النادي الاهلي هو اللي بيتكلم؟ لا يعني دلوقتي انا كان برضو انا برضو الزمالك كانوا بيكلموني على فترات كده، لان انا كان في زي ما انت عارف انا لما رجعت من امريكا صحيح كان كنت في انت في جامعه في الموضوع امريكا. ان انا كنت هروح الزمالك برضو، والموضوع برضو حصل فيه مشكله حق الرعايه والمشاكل دي، فما في الاخر فاكر برضو فاكر ما طبعا. روحتش ورجعت الجزيره. فمن ساعتها برضو هو نادي الزمالك برضو ما قطعش معايا يعني، يعني كان على طول بيكلم، كان كلام بقى مع بابا يعني، كان على طول بيكلموا بابا يسالوه ايه الاخبار عمر، يعني هيجي ولا ناوي يجي ولا بتاع. بس انا يعني من ساعه بصراحه الموضوع ده وانا يعني قفلت خالص موضوع نادي الزمالك، وانا يعني دلوقتي يعني الكلام كان على مش كلام رسمي قوي بس كان على بس فترات كان على كده، وانا فترات بس. هو يمكن بالظبط رغبتك وانا واللي كان جد رغبتي طبعا وكان يعني الجد في اكتر الاول كان نادي الاهلي طبعا. شغل. لا لا انا رغبتي من الاول، انا ساعه لما رجعت من امريكا حتى انا كان نفسي اجي النادي الاهلي، بس ساعتها برضو كان موضوع ان القايمه بتاعتهم اتقفل، لان انا رجعت في وقت متاخر كان التسجيل اتقفل وكان الاهلي ما عندهمش مكان في القايمه ولا حاجه كده، صحيح. كانوا سجلوا خلاص كل الفرقه، فده السبب ان انا ما رحتش عمر انت الاهلي مضيت 3 سنين صح ولا 4؟ في الاهلي. مضيت 3 سنين 3 سنين. ثلاث سنين وثلاث بالظبط سنين بداية من الموسم ده. بدايه الموسم الموسم ده. بالظبط. فيعني فانا رغبتي طبعا في الاول وفي الاخر ان انا كنت العب في النادي الاهلي، وانا يعني لا انا عايز اقول لك انت منور نادي الاهلي ربنا يخليك والناس فرحانه بيك.